على برامجها وأغانيها على 3 موجات FM 89.5 في القاهرة والجيزة والأندية، 96.3 في المحلة، 105.3 في الغرب. إيش من جهة الشرق دولة في عالم السياحة بين مصر والصين والعالم العربي، من تبع على الشرق معالم الحضارة، من تبع على الشرق أحداث ومدرجات، من تبع على الشرق برنامج إذاعي يأتيكم بالتعاون بين الإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الدولية. من تبع على الشرق سحر الشرق. مستمعينا الكرام، مستمعي اذاعه الشرق الاوسط وعشاق السياحه، معالمها الجديده وتاريخها الكبيره، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ما تبع الشرق، الذي ياتيكم بالتعاون مع اذاعه الصين الدوليه. السياحه هي العجله المتاحه في الكثير من الدول، وهي السبيل الاوسع لمعرفه وفهم الحضارات والاصول الاهم. من خبرتنا على الشرق سنطلع على كل ما يخص السياحه، وسنغوص معا في اعماق التاريخ وندخل من بوابته الواسعه. ومن خلال مفيدتنا على الاحداث السياحيه سنتعرف على العديد من الاحداث السياحيه المهمه حولنا، منها سنضيء مشاعر الماضي باصالته، وايضا سنكون على موعد مع التاريخ في معالم شرقيه. ولان لكل مكان حكايه مختلفه، سنستمتع بعد ذلك معا بحكايات سياحيه. ومنها سنعود الى الجذور وما يشكل ملامح الشعوب في عادات وتقاليد، وسنستمتع معا بالاحتفالات المختلفه من خلال مهرجانها. انتم على موعد مع كل هذا الجمال فقط من خلال برنامجكم لا تبع على الشرق. معكم في لا تبع على الشرق نحن حبيبي واحمد الدرهوي. نبدأها أولا من مصر. منذ أكد تقرير للمجلس الدولي للسياحة والسفر أن السياحة المصرية شهدت نزوة وانتعاش هائلا في عام 2015، وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت أسرع الدول نموا في شمال أفريقيا بنسبة 16.5%، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي، أي 3.9%. إن التقرير المقارن بالأداء قطاع السياحة والسفر في 185 دولة أكد أن مصر هي الدولة الأفضل في هذا المجال.